وأخيرا تحررت الصراري من الميليشيات عملاء إيران. لم يعد للظلم في أرضي مقام، لم يعد فيها خاون أو عميل أو ضلال، لم يعد فيها خاون أو عميل أو ضلال. تم القبض على مقاتلين أجانب وهم بحوزتنا بالمسرخ. أنا من قبضت على 2 لبنانيين. هذه الصراري بمنازلها الجميلة التاريخية وبالمنطقة الأجمل، ولكن بعض أهلها جلب الويل لنفسه ومنطقته بحمله للفكر الرافضي الخبيث الذي زرعه الفرس بين اليمنيين لتفريقهم وليقتتلوا فيما بينهم ليسيطروهم على البلاد. الصراري لم تصب بأذى كما يدعي إعلامهم، وها هي المنطقة بالصوت والصورة. طبعا أنا من قرية حصن تتبع صراري، يعني احنا شيخنا واحد كان، بلادنا واحدة وأسرتنا واحدة وكل حاجة، قاموا بالاعتداء علينا. تمام، احنا أخوة. طبعا هذه الصراري هي دخلوا لها الحويثة أجنبيين من صعدة من عمران من كل المناطق إلى المنطقة هذه، والسبب هو الذي روحهم فضل أحمد سرور لهذه المنطقة، سبب علينا بكل من كل الاتجاه، سبب علينا بالحروبات، سبب علينا بالقنص للقرية حقنا. زيارتنا اليوم إلى منطقة الصراري بصحبة الأخوة الصحفيين وبصحبة الأخوة في مركز الإغاثة وبصحبة منظمة الحقوق المدني لهذه القرية لتؤكد وتفند الأكاذيب والادعاءات الباطلة من عصابة الحوثي أن هناك قتل وسحل وقتل أطفال ونساء. كما ترون هنا القرية مستقرة. لم يأتي المتحوثون بشيء لأبناء منطقتهم ولم يخدموها إلا بالملازم والكتب الطائفية التي تزرع الكره والحقد على اليمنيين، فأغرقوا بها المنطقة وحفروا الكثير من الخنادق استعدادا لحروبهم العبثية وصور سيدهم وقتلاهم القادمين من شمال الشمال، وشعارات لا تحصى للاستهلاك واللعب بها على عقول البسطاء من الناس ليكونوا وقودا لمعاركهم التي لا يعودون منها إلا جثث، وهم يستلمون الثمن ويستثمرون الدماء. هذه هي قرى الصراري ترونها أمامكم، هذه الطريق التي قاموا بقطعها قبل سنة ونيف وقاموا بمحاصرة تعز. منطقة الصراري منطقة مهمة وتعتبر آخر الجيوب العسكرية للحوثيين في جبل صبر. الآن نستطيع نقول نحن في جبل صبر بأنه جبل صبر أصبح الحاضن الآمن لمدينة تعز والظهير الآمن لمدينة تعز الحبيبة التي هي محاصرة منذ سنة ونيف. مجموعة من المنظمات الحقوقية الراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان في تعز وصلنا إلى هذا المكان ولغرض توثيق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان كما يدعي الحوثيين والمتحوثين في هذه المنطقة. هم ادعوا أن هناك إعدامات ميدانية وأن هناك انتهاكات للطفولة وقتل النساء، هذا الكلام عاري عن الصحة. نحن وجدنا أطراف متحاربة. عندما تحولت الصراري إلى ثكنة إيرانية ومصدر تهديد لكل جبل صبر، نوديت المقاومة من السكان فلبت النداء وطهرت المنطقة دون تشريد أو قتل أو تفجير للمنازل بما فيها منازل قادة الميليشيات وعملاء إيران. محمد يوسف لقناة سهيل، منطقة الصراري، تعز.